دي كليتنا بتدينا مذاكرة أكتر من المحاضرات. امتى هتخرج بقى عشان زهقت؟ في مننا عايز يبقى مراسل، في مننا عايز يبقى في التلفزيون، في مننا عايز يبقى صحفي، في مننا عايز يبقى مخرج، في اللي عايز يشتغل في الإذاعة، وفي اللي عايز يشتغل في الجرافر. كل واحد داخل الكلية دي عنده حلم يحققه، فإن شاء الله بقى نسعى ونذاكره عشان عدوا. الكلام ده طبعا مش ليا، ومش عارف انا بتكلم جد ليه، من امتى بتكلم جد اساسا، بس هو سياق الفيديو يعني.